السلام، مرحبا بكم. اليوم الاجواء معنا طيبه برشا، ثم حفل تكريم ميديترانيان نابل وتونس مع بعض، ثلاثه فاكولتي مع بعضهم في نفس الوقت. الاجواء طيبه لهنا، ومعنا باش نحضروا تكريم مع بنك الوفاق، زادا باش يقدم لنا توقيع جديد مع الفاكولتي ميديترانيان نابل. يلا بينا نكتشفوا الاجواء. دونك من 2005 تأسست الجامعة، واليوم ولات ثلاثة جامعات وما زالت باش تزيد تتطور. دونك اليوم باش نحتفلوا بالعيد الميلاد ال 15 للجامعة، ومعاهم باش نفيلي بوغ لا فيليسيتاسيون دي لوريا اي دي ديبلومي، وباش نصحوا اون كونفونسيون مع بنك الوفاق باش تسهل المعاملة نتاع الطلبة نتاعنا على ثلاثة جامعات، يعني على المجمع كامل. نوف تون جوردي لو 15 انيفرسير marqué par une présence de Banque UFAR. C'est un exemple éloquent que notre université offre des parcours à forte employabilité. Malgré cette année a été marquée par le Covid-19 qui nous a empêchés d'observer notre rythme d'encadrement habituel, mais grâce à la diligence de notre cadre administratif, enseignants et fondateurs, des solutions de rechange ont été vite trouvées. Et à ce niveau, nous avons mis un système d'enseignement à distance, comme le Zoom, comme Microsoft 365, sachant que notre université est le premier établissement qui est en train d'instaurer le système Smart Teacher. Penchons-nous au résultat qui a été à la hauteur de notre espoir. Et je ne peux que saluer tous les efforts déployés par tous les acteurs de notre université afin d'atteindre ces objectifs dignes de sa renommée. Voilà, donc nous célébrons aujourd'hui le Hafl Intihassal al-Jamiya. نهني بها بالمناسبة جميع الناشئين، نهني بها الإدارة والإطار البيداغوجي بهذه المناسبة، وإن شاء الله الطلبة متاعنا يتفوق من عام إلى آخر. موجود اليوم في اختتام السنة الدراسية للجامعة المتوسطية برئاسة صديق سي منذر بلالح، وهو زميل دراسة قرينا معنا في جامعة دوفين في باريس. واحنا كما تعرفوا احنا البنك يخضع للمبادئ المالية الإسلامية، لكن في نفس الوقت احنا نتوجه لجميع الحرفاء سواء كان أشخاص ولا تجار، حرفيين، مهنيين، شركات، مؤسسات. اليوم احنا اتصلنا بالجامعة المتوسطية باش نعرض عليهم تسهيلات تمويل، عن برودوي اسمه تسهيل دراسة. احنا عندنا مجموعة يعني خدمات نقدموها للحرفاء الكل، تسهيل زواج، تسهيل يعني تسهيل دراسة، يعني ريميناجمون الى اخره. اليوم في نطاق تسهيل الدراسه اتصلنا بالجامعه وعرضنا على الجامعه المتوسطيه، عرضنا عليها اتفاقيه شراكه اللي هي تضمن تسهيل دراسه الطلبه سواء كان الافارقه ولا التونسيين، تسهيل بتمويل من بنك الوفاق وباقساط
يعني اقساط مريحه للاستخلاص، خاطر الاشكاليات ديما في الترسيم، في مبلغ الترسيم، في خلاص الجامعه الى اخره. اليوم احنا دخلنا كطرف ثاني، لا احنا نتجه مباشره للطلبه والاولياء الطلبه هذوما باش احنا نمكنوهم من تسهيل يعني التسجيل والترسيم والتركيز على الدراسه والنجاح. هذايا في كل اختصار يعني المبدا نتاع اتفاقيه الشراكه اللي عملناها مع الجامعه المتوسطيه في نطاق المنتوج هذايا تسهيل الدراسه. بطبيعة الحال ما نتوجهوش كان للطلبة، نتوجه حتى للموظفين نتاع الجامعة من أساتذة من إطار إداري إلى آخره، هم بيدهم يتمتعوا يعطيهم تمويلات تخص جميع الحاجيات نتاعهم، يعني سواء كان تمويل دراسة يعني أولادهم هم ولا حتى تمويل حاجياتهم، تمويل شراء سيارة، شراء حاجيات للمنزل، رينوفاسيون، ريميناجمون إلى آخره، شروط ميسرة، شروط يعني اللي هي تمتاز بها البنك نتاعنا كون استخلاص الأجيال والأقساط هي هما سي دي مونطون فيكس. ستدير إيش معناتها دي مونطون فيكس؟ معناتها يعني مهما كان تقلبات يعني نسبة الفائدة في تونس يعني يعبروا عليها بالتو في المارشي مونيتير تي ام ام، بالنسبة لنا احنا ما فيهاش حتى إشكال لما احنا نخليه على ذمة الحريف التمويل هذا، القسط نتاعو هو يكون قار. إذا كان مثلا عندك أنت 300 دينار يعني قسط تسديد البنك في الشهر، يقع 300 دينار حتى استيفاء أجل الدين، وهذا في حد ذاته ميزة للموظف اللي هو عنده يعني دخل شهري شهرية، ما يجيش معناتها يكون عنده 300 واللي هو 320 350 على خاطر ساعات يعني نسب الفائدة تتراوح يعني تطلع ولا تهبط. هذه زاد ميزة كبيرة وفرها من بنك الوفاق الفائدة الموظفين والفائدة الطلبة زاد كيف يكون المبالغ يعني أجال تسديد التمويلات هذه تكون مقررة وتكون تحافظ على مقدرة المومة ما يلقاوش فيها يعني مشاكل. كانت اكسبيريونس محلاة على الاخر، كنا نعيشوا برسك عيلة الناس الكل، خصوصا لي ستوديون اللي من ليبيا ولا اللي من الافريك، حتى بريود الكونفينمون معناها كانوا كنا ناس كل كيد واحدة، ناس كل كان نجريو باش نعاونوا بعضنا، كان مع ليزونسيون كنا بالرسمي رولاسيون كاينه معناها اخوات، كانت رولاسيون بروفيسيونيل، رولاسيون معناها نعاونوا في بعضنا، الناس الكل كما بعضنا، مع الادمينستراسيون كنا يعطيهم الصحه، ونحب نقول لهم ميرسي على الثلاث سنين اللي عديناهم، راهم ثلاث سنين محلاهم، يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. اليوم كملنا ثلاث سنين ليسانس ماركتينغ، بون تعدوا ثلاث سنين خفيف على الاخر، ديجا تحسنا اصحاب كلنا مع بعضنا، ديجا الجو تحفون كما تشوف في الكونفينمون الباك نتاعنا جد ما شاء الله ما خرجاش بينا، معناها في الكونفينمون قرونا لونتيرم احنا في ديارنا، كملنا تعدى ثلاث سنين ياسر محلاهم. طبعا تجربتي في تونس مزيانه برشا برشا برشا، وقريت في جامعه يوم املتي، يعني اليوم عاملين حفل تخرج وقنينه مزيانه. L'ambiance me paraît très bonne. Je suis ravi d'être à votre micro et de répondre à vos questions. Sinon, c'est une ambiance conviviale. Nous sommes tous en famille. On voit que l'ambiance est détendue. Les gens se comportent bien. Et nous sommes tous une famille. Nous avons des Subsahariens, des Tunisiens. L'accueil est convivial, cordial. Et je suis ravi d'être parmi vous. Alhamdoulilah, j'ai un baccalauréat d'ADEB avec mention. اللي استدعاني لهنا هي كانت اول الفكره كانت من الفيديو اللي هبطت على باش فيسبوك راديو ميد اللي كنت تكلم فيها زميلي زاد هو نجح في البكالوريا من معهد مكتوفين، دونك تبنى سي زهير الفكره اللي هو يخدم في الفاكولتي ميديتيرانيال وتم استدعائنا عن طريقه هو. يعطيك الصحه. ان
كيفاش اليوم معناها انت تعاود تشوف الاجواء طيبه لهنا وكنت حاضر مع العائله شنو تنتظر من بعد هذا؟ الاجواء طيبه، انا ننتظر انه باش يكون تكريم في مقام الجامعه هذه، ونحب نشكر الجامعه بالمناسبه ولفته كريمه للمكفوفين على خاطرهم ناس مبدعين. اليوم لبيت دعوه نتاع شرفني لبيت الدعوه نتاع لونيفرسيتي دي ديميتر ابي نابل للتكريم الطلبة واللي ختم سنة دراسية، وأيضا الاحتفال بالعيد ميلاد 15 لليونيفرسيتي دي ميديتراني. لليونيفرسيتي دي ميديتراني كانت لي يعني أغريابل سيربريز، معناها تفاجأت بها بالوجه الحسن نتاعها، على خاطر في فترة الكونفينمون في شهر مارس وابريل نظموا لسواري تشالنج تحدي ضد الكوفيد، وكنت بريزيدون دونور دي جيري، على خاطر ثم كانت مشاريع موجهه لمكافحه الكوفيد بما فيهم مشاريع في اطار لو سونتي، مشاريع طبيه وشبه طبيه في مكافحه الكوفيد، وتم اختياري كباحث طبي في المجال هذايا باش نكون بريزيدون دونور نتاع الجيري. لاحظت اللي الانفستيسمون الكبير اللي تقوم به جامعه المتوسط في الكاليتي نتاع البروجي المقترحين، الكاليتي نتاع لي زيتيديون حاجه ابهرتني الحقيقه نتاع ربي، وكان لي الشرف باش تعاونت معاهم ويشرفني باش نواصل دعمهم، على خاطر كان لي معناها كنت نوجه الطلبه ونوجه المشاريع اللي كانت مقترحه، وحاولت باش نقربها للواقع، وحاولت باش نعطيها بعد تونسي لكن بعد ايضا عالمي في الفتره هذيك، بحكم معناها اللي يعني نعمل في المجال هذايا، واللي يعني نعمل في مختبرات عالميه ونعمل مع شركات عالميه في المجال هذايا، وخاصه في مجال الابحاث الطبيه.